لا يبدو خافيا على أحد دور الوسائل الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة في تنبيه المتلقي بمقدرات الليبيين المباحة من قبل المخربين، والذين لا يقلون خطورة من المعتدين على السيادة الليبية. هي حرب أخرى يقودها الجيش الوطني والأجهزة الأمنية والرقابية والخدمية في المحافظة على الوطن وموارده، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه محاولة المساس بها أو عرقلة مسيرها الطبيعي وإجهاض عمل القائمين عليها والساهرين على راحة المواطن، فهم جنود للوطن وفي جبهات لا تقل أهمية على جبهات المشروع الوطني. جهاز النهر الصناعي، والذي يشرف على إيصال المياه للخط بالرغم من أنه تعرض لتخريب وأتلاف عدد كبير من الأبار من قبل عديمي المسؤولية في خضم ظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، إلا أنه مستمر في إيصال المياه لكل المدن الليبية. بيد أنك لو طلبت مأثرة ليبيا الحدث الكبرى ستجدها كانت السباقة في نقل أهمية هذا الجهاز وحرمة أباره، بل كانت أفضل من أصغى للجهاز ونقل. بدوره كرم جهاز نهر الصناعي القنوات الإعلامية التي ساهمت بذلك وفي مقدمتها ليبيا الحدث. أيضا لمشروع النهر الصناعي العظيم، هذا المشروع هو حياة لهذا الشعب الليبي الصابر. هذا المشروع أنا نشوف فيه هو موازي لمشروع القوات المسلحة، فهو يزرع الحياة في كل اتجاه، كما هم جنودنا الأبطال الآن ليقاتلوا من أجل حياة هذا الوطن والشعب المناطق. فأنتم الحياة ونحن معاكم في مشروعكم، في هذا المشروع الوطني. نحن صوتكم ضد أي اعتداء يحدث في أي مكان في هذا المشروع. ستستمر ليبيا الحدث بفتح الملفات المهمة والخاصة بالوطن ورمزية مقدراته، ولا زال في شعبتنا الكثير.